الآن حنتعلم كيف بدنا نثبت محررات الأكواد. حكينا نحن في الدورة حنستخدم فيجوال ستوديو كود، حنتعلم كيف النصبه طبعا. بس قبل ما نتعلم عن فيجوال ستوديو كود رح ناخد محرر أكواد تاني اسمه سبلايم تكست، حنتعلم فقط تنصيبه. طريقة الكتابة في الكود ما بتختلف بالجهتين. السبلايم تكست رح نتعلم فقط تنصيبه للناس اللي ما عندها ويندوز 10 وما فوق، لأنه الفيجوال ستوديو كود ما بيشتغل، لازم يكون ويندوز 10 وفوق. طبعا محررات الأكواد تفرق عن بعضها، كله نفس النتائج تقريبا، بس في منه في ميزات، في منه في مساوئ. هلا هناخد سبلايم، حأكتب هون سبلايم هذا الشكل، سبلايم تكست. أروح الموقع الرسمي، حاول دائما اني احمل من المواقع الرسميه مشان اتفادى اي فيروس ممكن يتم اختراقي عن طريقه بالمواقع غير الرسميه. في عندي هون داونلود فور ويندوز، تنصيب للويندوز، او هون عندي داونلود اللي هي التحميل. بختار نظام التشغيل اللي عندي، انا عندي ويندوز، منتظر تم التحميل. انتظر يخلص، تمام، تم الانتهاء، وضع الملف بالويس، نعم، واضغط نيكست، نيكست، التالي تنصيب انستول، تمام، فينيش، ابحث عنه هون ممكن، قول له سبلاين، هذا هو، أو هون عندي، اضغط عليه سبلاين، وباشرة بيفتح عندي فورا. هذا هو محرر الأكواد. نفس الطريقة تماما حنكتب اللي حنستخدم السبلايم، نفس الطريقة تماما بدك تطبق معنا بفيجوال ستوديو كود، فما بيختلف ابدا الكود، بس في شوية ميزات اضافية لفيجوال ستوديو يعني مع الاسف غير موجودة بالسبلايم. هلا حنتعلم كيف بدنا ننصب فيجوال ستوديو كود. حنكتب فيجوال ستوديو كود، حنضغط على الموقع الرسمي، حنسكر هون، حنقول له داونلود فور ويندوز، او اذا انا عندي اصدار تاني بختار من هون اذا ماك او لينوكس، او هون عندي داونلود، كلياته نفس الخيارات. هون راح اقول له ويندوز، انا عندي ويندوز، يبلش يحمل اوتوماتيكيا. في حال اذا ما حمل اوتوماتيك، انا في عندي هون زر دايركت داونلود لينك، يعني اضغط ليحمل بشكل مباشر. نستنى تحميل، انتهى، نضغط عليه، نوافق على الشروط، له نيكست، نيكست، تالي تالي، ونعطي انستول، بكمل معنا التنصيب.